وطنيا ومغربيا أوح. مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة دوكالا. فالهدوء يخيم على شوارع عاصمة دوكالا. كيف داير الجو عندكم نتوما بالمدن ديالكم؟ فكما كتلاحظوا معنا يعني أجواء يعني ما كاينش المطر، فإلا شلنا يعني كاين المطر المباشر بمدينة مكناس. فهنا بمدينة الجدة ما كاينش امطار في هاد اللحظات، وحنا مشاهدي قناة شوف تيفي يعني دائما كما كنقولوا كنتبادلوا معكم المعلومة مع مشاهدي قناة شوف تيفي. كنتظروا يعني التفاعل ديالكم، كنتظروا التعليقات ديالكم، تعطونا كيفاش داير الجو بالمدن ديالكم، وهكذا يعني كنتبادلوا المعلومة وكنعرفوا جميع المناطق بالمملكة المغربية كيف داير الجو بها. فآية تطوانية كتقول جو ممطر بمدينة تطوان. فدائما كنتظروا التعليق ديالكم مشاهدي قناة شوف تيفي من مختلف مدن المملكة المغربية. فمدينة الجديدة هذه الأجواء العامة داخل مدينة الجديدة كما كنلاحظوا كما كتشوفوا معنا يعني ما كاينش أمطار، جو هادئ يعني هدوء كيخيم على مدينة الجديدة في هاد اللحظات. في هاد الأثناء حتى المواطنين ما خارجينش بداك العدد يعني اللي موالفين كنشوفوه، العدد الكبير في الويكاند وخاصة ليوم السبت بشوارع المدينة، يعني مواطنين قلال اللي خارجين هنا بمدينة الجديدة. وحنا دائما كنتواجدوا في بمركز المدينة يعني سونتربيل. فسيمو كيقول طنجة والو ما كاين شيء الشتا. امين كيقول تحياتي الناس ديال الجديدة، وحتى حنا كنحيوه من مدينة الجديدة. الجو في سطات غائم على حساب ما قال رشيدو المساوي. فحتى هنا يعني الجو غائم ولكن ما كاينش امطار في هاد اللحظات. عبد الحكيم شفيره سلام اخي من زمامره، نفس الجو يعني حتى زمامره ما فيهاش امطار. زمامره منطقه دكاليه كتنتمي الى اقليم سيدي بنور، هذه مدينه من اقليم سيدي بنور. ومن اللي كنتكلموا على الزمامره كنتكلموا على نهضه الزمامره، الفريق اللي كيمارس بالقسم الثاني للنخبه واللي مارس سنتين متتاليتين بالقسم الاول للنخبه، واللي ساهم كثير هذا الفريق في الاشعاع وابراز اسم المدينه على الصعيد الوطني. فالكل يعني مجموعه من المواطنين اللي تعرفوا على هذه المنطقه بالفريق ديالها. مكناس كاين الحمد لله الشتاء، وتبعنا نيت مع زميلنا بمدينة مكناس يعني الأجواء ديال الشتاء، أمطار الخير كتهاطل على مدينة مكناس الجديدة. الجو غائم فعلا، الجو غائم بجديدة. سيدي يحيى الغرب تهي الجو غائم بها. مشاهدي قناة شوف تيفي كنحييكم دائما من مدينة الجديدة عاصمة دوكالا في هذا الأثناء من الليل. يعني احنا كنتواجدوا معكم هذه 11:22 دقيقة، 11:22 دقيقة ليلا يعني قبل منتصف الليل ب 38 دقيقة. هذه هي الأجواء العامة داخل مدينة الجديدة وبشوارع مدينة الجديدة كما كتلاحظوا معنا وكما كتشاهدوا. هذا هو الجو العام داخل المدينة، وحنا كنتواجدوا
بمركز المدينة، يعني بسونتر فيل ديال المدينة الجديدة. يعني غتشوفوا معنا بعض الشوارع اللي غنقترحهم عليكم هذه الليلة، واللي غادي نتجولوا بهم كما عودناكم دائما. كتشوفوا معنا يعني مجموعة من الشوارع، مجموعة من الأماكن. هذه المرسى يعني ميناء مدينة الجديدة، هو هذا اللي مقابل معنا، الميناء التاريخي، واحد من أقدم المآثر، من أقدم يعني المنشآت داخل مدينة الجديدة. وهذا لابورنيش اللي كتشوفوه، يعني أضواء جميلة بجانب البحر بمدينة الجديدة كما كتابعوا معنا. وكما كتشوفوا يعني لحظات جميلة رائعة، وإن كان يعني المواطنين ما خارجينش، يعني قلال ما خارجينش بذاك الشكل اللي تعودنا نشوفوهم به. يعني ما كاينش مواطنين كثار، مواطنين داخلين المنازل ديالهم، وهذا شيء عادي، لأن حتى الآن يعني 11:24 ليلا، هذه هي الأجواء العامة بشمال مدينة الجديدة كما كتبعوا معنا. فأجواء يعني رائعة، ولكن ما كاينش المواطنين داخل المنازل ديالهم. فبالمناسبة كنهنيو كل من فريق الرجاء والوداد البيضاويين على التأهل ديالهم، على المقابلات، الفوز ديالهم، ماشي التأهل، الفوز ديالهم في المقابلات ديالهم اللي كانوا صعاب. ولكن اللاعب رقم 12 كما قلنا يعني دفع بقوة فريق الرجاء البيضاوي يوم أمس، واليوم فريق الوداد البيضاوي اللي كان متخلف بهدف لصفر ورجع في المقابلة وفاز ب3-1. هنيئا لقطبي كرة القدم الوطنية الرجاء والوداد البيضاويين بهذا النتائج. نتمنى لهم إن شاء الله مسيرة موفقة، هما وأيضا النهضة البركانية. فهادو ممثلين ديال كرة القدم الوطنية على المستوى القاري، كيمثلوا المملكة المغربية قاريا. كنتمنوا لهم التوفيق، وحنا سعداء يعني شلنا عدد ديال الجمهور كبير اللي ساند اليوم فريق الوداد البيضاوي، واللي كان حافز ودافع قوي وحفز اللاعبين في العودة في نتيجة هذه المقابلة وتحقيق نتيجة الفوز بحصة عريضة. هنيئا لهم مرة أخرى، وكنتمنوا التوفيق لجميع الفرق المغربية اللي كتمثل المملكة المغربية في المنافسات القارية، المنافسات الإفريقية. إذا هذه الأجواء كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في بمدينة الجديدة، وحنا كنجيب لكم بعض الشوارع اللي كنقترحوا عليكم هذه الليلة من مدينة الجديدة عاصمة الدكالة. مشاهدي قناة شوف تي في كنحييكم من مدينة الجديدة في هذه اللحظات من الليل، يعني كنقتربوا من منتصف الليل. اليوم السبت، شارع محمد السادس واحد من أهم شوارع مدينة الجديدة، وعلى الجهة اليسرى كما كتلاحظوا معنا حديقة محمد الخامس، يعني هذا جزء من تاريخ هذه المدينة، حديقة اللي عندها أكثر من 100 سنة، اللي متنفس بالنسبة لساكنات المدينة اللي كيخرجوا لها وليدات صغار ونساء وشباب، يعني في الصباح في المساء. نتمنى إن شاء الله يكونوا فضاءات خضراء أكثر بحال هذه الحديقة، حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة. دائما نبادل مشاهدي قناة شوف تي في أغلى التحايا، نبادلهم يعني الحب والتقدير والاحترام، وحنا دائما نسعى إلى تقديم كل جديد بالنسبة لمشاهدي قناة شوف تي في اللي كيتابعونا في جميع اللحظات، في الصباح بعد الزوال، في المساء، بالليل، في كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل لحظة. فكنحيوهم تحية كبيرة
من مدينة الجديدة عاصمة دكالة. ملي كنقولوا مدينة الجديدة عاصمة دكالة فهي قطب فلاحي بامتياز وسياحي أيضا وصناعي، بالإضافة إلى الصيد البحري، وهذه أشياء اللي ما كتوفرش في مجموعة من المناطق ولكن كاينة بمدينة الجديدة. الجديدة ليلا، هذه هي مدينة الجديدة في هذا الوقت من الليل، ونحن الآن بهذا الشارع يعني في اتجاه مدينة الدار البيضاء، وغادي نجوبوا الشارع ديال شارع النخيل، واحد من أهم شوارع مدينة الجديدة. خليكم يعني تكتشفوه وتشوفوه معنا في هذه اللحظات. هذا هو شارع النخيل. على أيين كنحيو مشاهدي قناة شوف تيفي اللي كيتواصلوا معنا بتعليقاتهم بالبارتاج ديالهم، احنا دائما كنحيوهم وكنقدم لهم يعني اغلى التحايا من هنا من مدينة الجديدة عاصمة دكالة. هذا هو شارع النخيل مشاهدي قناة شوف تيفي اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر، واللي دائما كنحاولوا ننقلكم وكنحاولوا نقربكم من اهم المناطق في مدينة الجديدة، وخاصة الناس اللي ما سبقش لهم زاروا مدينة الجديدة، وكنحاولوا يعني نقربوهم من المدينة، نحاولوا نقربوهم ونعرفوهم على مجموعة من المناطق بهذا المدينة. مدينة الجديدة، مدينة الجديدة ليلا هي هذه كما كتابعوها معنا وكما كتشوفوها. فاحنا كنجيبوا بعض شوارع المدينة وكنحييو جميع مشاهدي قناة شوف تيفي اللي كيتواصلوا معنا واللي كيتبادلوا معنا يعني المعلومة ويعطونا الأجواء كيفاش دايرة بالمدن ديالهم. فجو هادئ بمدينة الجديدة، جو غائم. نتمنوا إن شاء الله هذا الأمطار خير على مدينة الجديدة، المدينة الفلاحية، مدينة فلاحية بامتياز. كنعرفوا يعني الفلاحة دائما خاصهم الشتاء في هذا الوقت. هذا الشارع يعني غاديين في اتجاه شارع مدارة مراكش، وحنا في هذا الشارع المؤدي يعني الخرجة ديال مدينة الجديدة في اتجاه مراكش. وملي كنتكلمو يعني الخرجة ديال مدينة مراكش يعني كنتكلمو على المصور راسو، كنتكلمو على زاوية اسماعيل، كنتكلمو على سيدي بن نور. هذه مدن دكالية في الطريق يعني من تكون غادي إلى مدينة مراكش. فأغلى التحايا تنبعتها لكم من هنا من مدينة الجديدة إلى كل مشاهدي قناة شوف تيفي اللي كيتابعونا في هذه اللحظات في هذا البث المباشر. وحنا دائما يعني كنجيبو معكم شوارع المدينة في هذا الوقت من الليل باش تعرفوا يعني الأجواء العامة داخل مدينة الجديدة في هذه اللحظات، يعني 11:31 دقيقة ليلا، وانتم كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأجواء بشوارع مدينة الجديدة والحالة ديال مدينة الجديدة ليلا. هذا الطريق ديال المؤدية إلى مدينة مراكش، الخرجة ديال الجديدة في اتجاه مدينة مراكش. كتشوفوا معنا يعني الشارع الحالة ديالو، الأحوال ديالو كيفاش داير كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي في هذه المدينة اللي كتعتبر من المدن السياحية. احنا دائما كنقوم بهذه الجولات مرة مرة، ويعني دائما بالليل كنقترح لكم بعض الشوارع اللي كنجيبوها وانتم كتشوفوها وكتلاحظوها معنا، كتشوفوا الأجواء العامة والأحوال ديال المدينة الجديدة وشوارع مدينة الجديدة. الصورة لنا والتعليق لكم، يعني احنا بالكاميرا ديالنا كنقول لكم الأجواء، كنقول لكم الوضعية والحالة ديال الشوارع كما كتشوفوا معنا، والتعليق كيبقى لكم مشاهدي قناة شوف تيفي. هذا الشارع مظلم، كاين الظلمة في هذه اللحظات رغم ان كيبانو كاين بعض المصابيح بعض البلاط، ولكن راه ما كاينش اي ضوء. انتما كتشوفوا يعني هذه الكاميرا ديال قناه شوف تيفي اللي كتجاوب بكم هاد المنطقه وكنقلكم من هاد الاماكن. نتمنى ان شاء الله تكون تقويه
ديال الإنارة العمومية، وخاصة هذا واحد من أهم الشوارع ديال المدينة الجديدة، من أهم الشوارع ديال المدينة. دائما يعني كما كنقول لكم كنقلكم كنجاوبكم يعني شوارع المدينة، صور على ناس، صور يعني بث مباشر على قناة شوف تيفي، والتعليق لكم مشاهدي قناة شوف تيفي على الأجواء العامة وعلى بعض شوارع مدينة الجديدة. وانتم كتشوفوا هاد الصورة ديال أهم شارع بمدينة الجديدة كما تلاحظون، يعني تكلمنا كثير على هاد الشوارع، تكلمنا على الإنارة ديالها، تكلمنا على الإصلاح ديالها وعلى الحفار اللي كاين في الشوارع. نتمنى وإن شاء الله المسؤولين يتدخلوا ويقوموا بالإنجازات اللي كيطالبوا بها الساكنة والمواطنين والزوار ديال هاد المدينة، مدينة الجديدة عاصمة دكالة. وملي كنتكلمو على دكالة كنتكلمو على جوج ديال الأقاليم، إقليمي الجديدة وسيدي بنور. فكنحييو يعني الساكنة ديال منطقة دكالة كما كنحييو الساكنة ديال مدن المملكة المغربية أينما كانوا، بالمدن أو بالبوادي وبالقرى. فأغلى التحايا كنبعثوها لهم من مدينة الجديدة عاصمة دكالة في هذه اللحظات، في هذه الأثناء. مشاهدي قناة شوف تيفي، لكم منا أغلى التحايا، وكنشكركم على المتابعة ديالكم الدقيقة والحضور معكم معنا دائما، وانتم كتابعونا وكتحاولوا يعني تعطيو كيفاش دايره الاجواء بالمدن ديالكم، واش كاين الشتاء ولا ما كايناش، كيفاش دايره المدن ديالكم في هاد اللحظات من الليل. كنتبادلوا معكم هذا شارع جبران خليل جبران، انتم كتشوفوا حتى هو الوضعيه ديالو، وحنا دائما معكم مشاهدي قناه شوف تيفي. كما كنقولوا الصوره لنا والتعليق لكم، يعني انتوما اللي كتحكموا، انتوما اللي غتقولوا كيفاش كتشوفوا هاد الشوارع ليلا. هذه مدينة الجديدة اللي كتعتبر يعني قطب سياحي، هذه هي شوارعها ليلا كما تلاحظون. كنتمنى لكم ان شاء الله نهاية اسبوع سعيدة جيدة، يعني بعد اسبوع من العمل، اسبوع من التعب، يعني نتمنى لكم الراحة خلال نهاية هذا الأسبوع. كنشكر جميع مشاهدي قناة شوف تيفي اللي تابعونا واللي حضروا معنا طيلة هذا البث المباشر، وغنودعوهم على أمل لقاء بهم إن شاء الله في مباشر آخر. دمتم في رعاية الله مشاهدي قناة شوف تيفي، وإلى اللقاء.